تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التاريخ، النموذج الثاني، سنقوم بحله معا. لدينا الوضعية الأولى، أكمل بما يناسب. تنقسم مصادر المعلومات التاريخية إلى صنفين، اذكرهما واذكر بتان لكل صنف. الصنف الأول، الصنف الثاني، أو المصدر الأول للمعلومة، المصدر الثاني للمعلومة، ومثال لكل مصدر. نعيد قراءات. تنقسم مصادر المعلومات التاريخية إلى صنفين، اذكرهما واذكر مثالا لكل صنف. مصدر المعلومة الأول، أحسنتم، المصادر المادية، مصادر المادية، المصادر المادية هي المصادر أو مثال على ذلك المصادر، أي الأشياء التي نلمسها، الأشياء التي نلمسها تسمى المادية. الأشياء التي نلمسها وتعتبر من الآثار التاريخية هي مثلا النقوش الصخرية، المسكوكات، المخطوطات، هي كلها مصادر، منها نعرف آثار التاريخية، إذا تسمى المصادر المادية. نأخذ مثال النقوش الصخرية. كذلك لدينا المسكوكات، وهي النقود، مسكوكات. كذلك لدينا المخطوطات، هي كلها هي مصدر، تسمى المصادر المادية، معناها المصادر الذي نلمسها. المصدر الثاني، بما أن يوجد المصادر المادية، المصدر الثاني المصادر اللامادية، المصادر، مصادر اللامادية، وهي المصادر الغير الملموسة. مثال لدينا القصص، القصص هو مصدر غير ملموس. كذلك لدينا، أحسنتم، العادات والتقاليد، العادات والتقاليد، يمكن إضافة كذلك الروايات، هي كلها مصادر لا مادية، معناها غير ملموسة، والمصادر المادية هي الملموسة. إذن يوجد مصدرين للمعلومة التاريخية. ننتقل إلى الوضعية الثانية، صنف في جدول التالي مميزات كل فترة تاريخية. ممارسة الزراعة، ممارسة الصيد، السكن في الكهوف والمغارات، إنشاء تجمعات سكنية، التنقل لكسب القوت، اكتشاف المعادن، وابتكار الكتابة. لدينا فترة ما قبل التاريخ والفترة التاريخية. نراجع. فترة ما قبل التاريخ هي الفترة منذ خلق الله سيدنا آدم إلى غاية ابتكار الكتابة. والمرحلة الثانية أو المرحلة التاريخية منذ ابتكار الكتابة إلى وقت معين. إذن الفترة ما قبل التاريخ، نقرأ النشاطات. ممارسة الزراعة، أحسنتم، هي الفترة التاريخية. ممارسة الزراعة، ممارسة الصيد، أحسنتم، هي فترة ما قبل التاريخ. ممارسة الصيد، واصل. السكن في الكهوف والمغارات، جيد، هي الفترة ما قبل التاريخ. السكن في الكهوف والمغارات، واصل. إنشاء تجمعات سكنية، أحسنتم، هي الفترة التاريخية. إنشاء تجمعات سكنية، نواصل. التنقل لكسب القوت، هي فترة، جيد، ما قبل التاريخ. التنقل، التنقل
لكسب القوت من أجل الغذاء. اكتشاف المعادن، أحسنتم، هي الفترة التاريخية التي استعملها في الزراعة مثلا. اكتشاف المعادن، وأخيرا ابتكار الكتابة. قلنا أن الفترة ما قبل التاريخ بدأت منذ خلق الله تعالى آدم إلى غاية ابتكار الكتابة، والفترة التاريخية منذ ابتكار الكتابة. إذن يمكن أن نضع ابتكار الكتابة تنتمي إلى فترة ما قبل التاريخ، لأن فترة ما قبل التاريخ تنتهي بابتكار الكتابة، وفترة التاريخية تبدأ بابتكار الكتابة. إذن يمكن أن نكتبها في كلتا الفترتين. نراجع، فترة ما قبل التاريخ، كان الإنسان قبل التاريخ يمارس الصيد، يسكن في الكهوف والمغارات، يتنقل لكسب القوت، وانتهت مرحلته منذ انتهت مرحلته حين ابتكر الكتابة. المرحلة التاريخية، بعد أن ابتكر الكتابة مارس الزراعة، أنشأ التجمعات السكنية، واكتشف المعادن. إذن فترتين تاريخيتين مر بها الإنسان. الوضعية الثالثة، أجب بصحيح أو خطأ. المخطوطات ليست من مصادر المعلومات التاريخية. أحسنتم، خطأ، المخطوطات هي من المصادر المعلومات التاريخية. ماسينيسا هو أشهر ملوك نوميديا. جيد، صحيح. تقع مدينة جميلة الأثرية بوهران. أحسنتم، خطأ، تقع مدينة جميلة بولاية سطيف. تين هينان هي ملكة قبائل التوارق. أحسنتم، صحيح. نوميديا هي مملكة أوروبية. أحسنتم، خطأ، هي مملكة تقع في أفريقيا، شمال أفريقيا، وليس في قارة أوروبا. نراجع، المخطوطات ليست من مصادر المعلومات التاريخية. خطأ، المخطوطات هي من مصادر المعلومات التاريخية. ماسينيس هو أشهر ملوك نوميديا. صحيح. تقع مدينة جميلة في سطيف وليس في وهران. تين هينان هي ملكة قبائل التوارق. صحيح. ونوميديا هي مملكة ليست أوروبية، بل هي تقع في شمال أفريقيا. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. نموذج اختبار تجدونه في القناة في كومينوتي، يمكن طباعته وإعادة حله. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.